لكم البنات ومرحبا بكم معنا. اليوم غادي نقترح عليكم غورميت ديال لي بيبي، شي حاجه لي بيرسوناليزي رائعه وغزاله كيف كتشوفوا معايا. كتجي على هذا الشكل، غادي نحاولوا تشوفوها عن قرب. لا غورميت ديالنا البنات كتجي على هذا الشكل، فوالا نحاول نقلبها باش تبان لكم مزيان. كتجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، كتجي فيها النسميه ديال القمر، شي حاجه اللي رقيقه رائعه وبراتيك. السنيسله ديالها كتجي على هذا الشكل مع السداده ديالها اللي كتجي سامبل، جوج الخريصات فين كتسد مع الخميسه. وبالنسبه للبنات السميه عن قرب فهي كتجي على هذا الشكل، كتجي شي حاجه اللي رقيقه صحيحه كتبغي المحافظه. واللبسه ديالها كتجي على هذا الشكل، انا غير غنحطها على يدي باش تبان لكم مزيان. كتجي على هذا الشكل ملبوسه، شي حاجه اللي خفيفه وانيقه تقدر تلبس ديما. بالنسبه للبيبي كتجي رائعه وعاطيه العين. كنتمنى ان الغورميت اللي اقترحت عليكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم. لي زانفورماسيون ديالها كاملين كاينين في لاباغ دافورماسيون. الصحه والراحه، وما تنساوش مجوهرات فاتين تهيب حتى عندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك. و الى بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.